السيد كان راكب الطوموبيل زاحمه من طويس هو يطلع من التطوار من هنا كيف كتشوف طلع من التطوار ولا ضارب الاخ ديالي لاحوا ليه جيت طرام وكان عيطوا لابيلانس تقريبا شي ساعتين ديال المكانه غادي اش كتجي لابيلانس خويا ما عرفنا واش ميت ولا حي وهادشي اللي غادي نقول لك الاخ ديالي الطوموبيل كان جاي بشي سرعه شويه ماشي شي سرعه فاخيره شويه ما كان جاي كيترزق الله هنايا واقف لا خويا طلع في التطوار زاحمه من الطوبيس طلع فوق التطوار ومع هاد الترام هو اللي مزاحم تا هو الطريق هنايا السيد طار ولا مليوح ليه تا السيد دخل في الطوموبيله ديالو ليه وخويا تلاح فادني الحاله ديال باقا ما عرفنا والو دابا راه مشى جات لابيلا جات السلعه مشات كامله كلشي مشى حنا ما بينا السلعه حنا بينا الاخ ديالنا يكون بخير على خير هادشي اللي غندير واش نقول الناس اللي كيجيو بسرعه واش غندي نقول الناس اللي كيجيو بسرعه وراه شي حشومه وكون كان دابا شي عائله ديال زمان هنا ما غاتشي حتى شي حاجه عائله وكان شي عائله ما غاديش حتى شي واحد السلطه راه عيطنا عليهم جاو والاسعاف والاسعاف راه اش غادي نقول ما كيجيوش هي مدرسه امامك راه كتشوف فيها مدرسه راه كاينه بلاصه كيقطعوا منها الناس هنا ديال المدرسه هذاك الشيء خاصها تكون نمشي بشويه واصليا اش غادي نقول لك الله كبير شنو الخبر شنو اللي قال لك؟ عيطوا لي الناس انا منين جيت هنايا عاودوا لي كل شيء الناس هما اللي قالوا لك بان السيد راه اخ ديال والحالة ديالو راه مليح هو ما مغيب ما ما الدواء خلينا اخويا باش نمشيو نوصلوا عليه للسبيطار الله يستر عليك نقول لك السيد مسكين كيحط لا عانت شوف الناس كيحطوا السلعه هنايا كيترزقوا على والديهم وعلى ولادهم هنا كانت واحد السيركيلاسيون صعيبه شويه كانت السيركيلاسيون صعيبه شويه هنايا والسيد السيد كيبيع وشري دايس الطوبيس دايس كلشي الحالة داكشي دارت في الطريق مع كيصايبو الترامواي هنايا صافي والسيد بغى يدوز بالزربة حيت كان هنايا داكشي دارت طلع فوق التطوار ضرب السيد وضرب السلعة السيد بالك حدا السلعة ديالو ضربو لاحو ملي لاح السيد تبغجت ليه السلعة ديالو ومشى بغى يهرب صافي السيد طاح مغيب عيط الله امبيلونس ما جاتش اخويا راه مدة ديال 4 السوايع ولا ما عرفت ما جاش حاله ديال السياره ترى ضربوا كنقول لك السيد بالك راهي السلعه مشات كامله السيد بالك اخويا راه الناس دراوش هنا راه كيعانيو اخويا نكذب عليك ما والو الناس راه كيعانيو بزاف اخويا كاين اللي مسكين معيش ماشي عائله الكرا والموت طول عائله الله يحسن العوان اخويا ودابا حتى وليداتو كيتسناو ما فخبارهمش دابا شكون اللي غايقول يعوض لهم هادشي فهمنا اخويا هو دابا ضربوا هربوا بزاف ديال المشاكل حشومه وهنايا الطراموي راه انا بالنسبه لي راه ماشي هو الحد فهمتي حيت الطريق اخويا كتسد هنايا راه الطراموي يدوزو ماشي شارع اللي فهمتي اللي ما فيهش سوق الجمله هنا راه كيخرجوا الكاميوات يخرجوا الطوموبيلات ويوميا كطيح 5 الكسيد هنا بزاف الطراموي فهمتي بالنسبه لي ماشي هنايا الحل ديالو هنايا الطراموي كان شي بلاصه اللي واسعه وكذا مرحبا اما هنا اخويا راه جاني طراموي ماشي هو الحل راه هو اللي زاحم الطريق صراحه تشكال اخويا هذا الاخ هذا كيبيع ويشري في الدلاع هنا الشخص اللي ضربه بالسياره جاي عرقلوا الطوبيس من الجهه الاخرى هرب جهه الطوطوار طلع فوق الطوطوار ضرب الدلاع وضرب السيد حتى هو السيد راه في حاله خطر دابا راه في السبيطار السياره كتجي بسرعه ولا غير ماشي شي سرعه فارطه ولكن السيد منين تزير من اللي زيروا الطوبيس تخلع هذيك الخلعه هي اللي خلاته الله عمر الدراري هاد الناس هادو كاملين اللي كيترزقوا الله هنا الحلال حتى واحد ما عنده مع الحرام بالعكس هادو خاصنا حنا ندعموهم في هذا الموسم هذا كيدوزوا هذا الموسم وكيمشيو بحالاتهم عندما هذا الموسم هذا ديال الدلاع شهر ولا شهرين كيمشيو بحالاتهم الله يلا